السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الثالثة شعبة إدارة ومحاسبة. هنستكمل النهاردة السكشن الرابع، عمادة إدارة المواد. احنا كنا وقفنا الفصل المرة اللي فاتت عند الفصل الثامن اللي هو الشراء في الوقت المناسب. أول حاجة، ما المقصود بالشراء في الوقت المناسب؟ الوقت المناسب هو الوقت اللي بيتم فيه توريد المستلزمات التي تتناسب مع احتياجات الإدارة والذي يضمن عدم تعطل خط الإنتاج. يعني إيه الوقت المناسب؟ يعني إيه تشتري في الوقت المناسب؟ يعني تشتري في الوقت اللي أنت تضمن إن أنت تورد فيه المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بدون ما خط الإنتاج يتعطل. لو أنت خط الإنتاج يتعطل معناها إن أنت ما اشتريتش في الوقت المناسب. طيب، ايه العوامل اللي بتأثر في تحديد الوقت المناسب للشراء؟ اول حاجة الاسواق. الاسواق يعني من اكتر العوامل اللي بتأثر في تحديد الوقت المناسب للشراء هي الاسواق. ازاي؟ ان الاسواق دايما بتبقى، يعني في عندنا ممكن تكون الاسواق مستقرة وممكن تكون مش مستقرة. يعني ايه مستقرة؟ يعني انت ممكن تكون الاسواق مستقرة بمعنى ان في ثبات في الاسعار، ان الاصناف متوفرة، الاصناف اللي انت بتحتاجها نمطية متكررة ومعروفة والطلب عليها معروف. اما لو الاسواق غير مستقرة فعكس ذلك. فبالتالي لما يبقى السوق في استقرار والاصناف متوفرة، ده هيساعدك ان انت توفر تشتري في الوقت المناسب. اما لو العكس فده هيؤثر عليك في ان انت مش هتقدر ان انت تشتري في الوقت المناسب. جداول الانتاج معناها طبيعة عملية الانتاج والتشغيل والجداول المرتبطة بيها بتساعد. مثلا لو انت بتستخدم نظام الانتاج المستمر ولا نظام الانتاج المتقطع، كل الطرق، حلقات الانتاج او طرق الانتاج دي بتأثر على تحديد الوقت المناسب للشراء. طبيعة الاحتياجات المطلوبة، يعني مثلا انت محتاج حاجات، مثلا الخامات اللي انت محتاجها مثلا نمطية ولا غير نمطية، قابلة للتلف ولا لا، مثلا احجامها كبيرة ولا صغيرة، مرتفعة القيمة ولا منخفضة القيمة، قابلة للتخزين ولا لا. طبيعة الاحتياجات اللي انت عاوزها بتؤثر في ان انت تقدر تشتري في الوقت المناسب او لا. طاقة التخزين، مدى توافر الإمكانيات المالية والبشرية والتكنولوجية. يعني أنت معاك فلوس، يعني رأس المال المتوفر لديك، يعني الأموال اللازمة لعمليات الشراء موجودة ولا لأ؟ ولو الأموال اللازمة دي متوفرة فأنت هتقدر تشتري، أو هتقدر إن أنت تنفذ عملية الشراء بتكلفة معقولة، وهتضمن إن أنت تستفيد من مزايا الخصم النقدي والدفع النقدي، اللي هو مثلا تاخد خصم تعجيل الدفع، خصم الكمية، الخصومات اللي أنت ممكن تاخدها دي. كل في حالة توفر الإمكانيات المالية ده يؤثر عليك في تحديد اللي ان انت تشتري في الوقت المناسب. الإمكانيات التكنولوجية زي مثلا الآلات المتعلقة بالإنتاج والتشغيل والنقل والمناولة، ان انت تنقل، يبقى في عمليات المناولة من الآلة دي للآلة دي او من المكان ده للمكان ده. مدى توفر الإمكانيات دي بيساعد في تحديد الوقت المناسب للشراء. بعد كده تاخد طاقة التخزين المتاحة، يعني مدى توافر المخازن اللي عندك. تقدر ان انا لو اشتريت في الوقت المناسب واشتريت بكميات كبيرة، هل المخازن طاقتها تستحمل الحاجات اللي انا هشتريها ولا هشتري بكميات قليلة؟ يبقى طاقة التخزين وطاقة المخازن بتاعتك هتؤثر عليك في الشراء. مصادر التوريد، يعني الموردين اللي انت بتستورد منهم، المورد ده مثلا موجود في السوق المحلي ولا موجود خارج السوق المحلي، هل موجود مورد واحد ولا اكتر من مورد، المورد ده هيبقى في احتكار في المادة الخام اللي انت بتشتريها ولا انت عندك اكتر من مورد. فاختيار مصدر التوريد المناسب بيساعدك ان انت تضمن ان انت تحصل على احتياجاتك بصورة يعني منتظمة، وتستفيد من الموردين دول وتشتري منهم بكميات بقى كبيرة عشان تقلل التكلفة، وبتقلل تكاليف النقل، ودايما تختار، يعني يبقى في اختيار الموردين اللي بيكونوا ملتزمين بمواعيد التسليم، ويحتفظوا باقل والاحتفاظ باقل قدر ممكن من الايه، من المخزون. يعني انت لو في مورد بتتعامل معاه بصورة مستمرة، بتضمن مواعيد تسليمه، بتضمن الجودة بتاعت المواد الخام، فانت كده بتقلل تكاليف التخزين. يبقى مصدر التوريد من العوامل المهمة اللي بتأثر في تحديد الوقت المناسب للشراء. يبقى احنا عندنا 6 عوامل بتأثر في تحديد الوقت المناسب للشراء. بعد كده سياسات التوقيت المناسب للشراء، يعني تشتري امتى. في حال، اول حاجة
احنا عندنا 4 سياسات. اول سياسة سياسة الشراء حسب الحاجة، يعني تشتري حسب الطلب، يعني كل ما بتحتاج حاجة بتشتريها. طيب بعد كده سياسة الشراء المقدم، ان انت بتشتري بتشتري الاحتياجات بتاعتك في الوقت الحالي، وبعد كده تخزنها لفترات لاحقة. يعني انت بتشتري قبل ما بتبدأ قبل ما تبدأ شغل، او قبل ما تبدأ خط الانتاج، بتكون شاري مقدما المواد الخام، اسمها الشراء المقدم. يعني بتشتري الاول وتحتفظ بالمواد الخام او الاجزاء اللي انت اشتريتها دي في المخزن لفترات لاحقة. اما بعد كده بقى الشراء من اجل المضاربه، معناها ان انت بتشتري لما تلاقي سعر ماده خام معين او اي حاجه، يعني ما سعرها انخفض، فبتشتري بكميات كبيره منها بهدف المضاربه في السوق. والطريقه دي مش هدفها يعني العمليات الانتاجيه، او مش هدفها غايات انتاجيه، ولكن الهدف منها الربح المادي، ان انت تجيب حاجه بسعر منخفض وتبيعها بسعر ايه مرتفع. بعد كده مزيج من السياسات السابقة، ان انت ممكن ان احنا ما نقدرش نقول ان في مثلا ان سياسة الشراء المقدم افضل من سياسة الشراء حسب الحاجة، او مثلا الشراء من اجل المضاربة افضل منهم، ولكن كل طريقة منهم بتنفع في حالة معينة. يعني في حالة لما الاسعار بتنخفض بنشتري بنعمل من اجل المضاربة، في حالة لو خط الانتاج مثلا انت عارف حجم الطلب بالظبط، وعارف المادة الخام سعرها مستقر ومش هيزيد، فانت بتشتري بسعر الشراء المقدم، ان انت بتشتري المادة الخام وبتخزنها عشان تضمن يعني ايه انسيابية واستمرار عمل خط الانتاج. فبالتالي احنا ما نقدرش نقول ان في طريقة افضل من التانية، ولكن ممكن ان احنا نتبع مزيج من السياسات السابقة. يبقى احنا كده الفصل بتاع الشراء في الوقت المناسب، اهم اسئلة فيه مفهوم الشراء في الوقت المناسب، العوامل المؤثرة في تحديد الوقت المناسب للشراء، سياسات التوقيت المناسب للشراء. بعد كده الفصل العاشر اللي هو تنظيم وظيفة الشراء. الفصل ده مهم جدا جدا، ومفيش امتحان بيخلو من سؤال على التخزين، لان المادة هي يعني ادارة المواد، جزء بيتكلم عن المشتريات وجزء بيتكلم عن المخازن. كل الكلام اللي احنا خدناه قبل كده كنا بنتكلم على المشتريات وإدارة المشتريات وإدارة المواد، أما إدارة المخازن ده الفصل العاشر فقط بيتكلم عن إدارة المخازن، وهو فصل مهم جدا. يعني الامتحان يعني دايما ما لا يخلو منه أي امتحان، على الأقل تلاقي منه 2 3 في الامتحان في الفصل ده لوحده بس. طيب ما المقصود بوظيفة التخزين؟ معناها يعني ايه تخزين من غير ما نقرا التعريف او نعرفه؟ التخزين معناها ان انت بتجيب المواد الخام تحتفظ بيها لما تحتاجها، بتخزن حاجة عندك، بتجيب حاجة تخزنها، معناها انت بتشتري حاجة وتخليها عندك لما تحتاجها بتستخدمها. يبقى هو الاحتفاظ بالمواد والمعدات والاصناف والسلع والحفاظ عليها لحين طلبها وقت الحاجة اليه. طيب ايه هي اهداف وظيفة التخزين؟ توفير المستلزمات الانتاجية عند الحاجة اليها، يعني انت بتوفر، انت مخزن الحاجات عندك في المخزن فبتوفرها اول ما بتحتاج ليها. المحافظة على المواد والأصناف من الفقد والتلف، إن أنت بتحافظ على المواد من الفقد والتلف، بموجودة في مخازن بدرجة حرارة معينة بتهوية معينة، فبالتالي كل حاجة بتحافظ عليها من الفقد والتلف. مواجهة الظروف المتغيرة المحيطة بالمنظمة، يعني لو عندنا مثلا مادة خام معينة من المتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة الجاية، فأنت بتشتري بكميات كبيرة وبتحاول بتعينها في المخازن، فبالتالي أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بتواجه الظروف المحيطة بتاعتك، إن أنت بتحافظ على استمرار العمل واستمرار خطوط الإنتاج واستمرار عمل المصنع مثلا، في حالة لو الظروف المتغيرة مثلا حصل ارتفاع في الأسعار أو انخفاض أو هكذا، فبالتالي وظيفة التخزين بتساعدني إن أنا أتجنب كل هذه المخاطر. بعد كده تحقيق الحفظ الجيد للمخزون، ان انت بتضمن ان المخزن ده بيحافظ على المخزون باكبر قدر ممكن. بعد كده المتابعة المستمرة لمستويات المخزون للوقاية من حالات نفاذ المخزون، يعني انت دايما بيبقى في متابعة مستمرة للمخزن، في حالة لو في مادة معينة بدأ ان احنا نسحب منها ودخلت لخط الانتاج، فبالتالي المخزن بدأ انه ينخفض، ففي دايما في متابعة دورية ومستمرة لمستويات المخزون. لما المستوى المخزون في حاجة او مادة خام معينة ينخفض، نبدأ ان احنا نزوده تاني، وبالتالي المتابعة المستمرة دي مهمة جدا في حالة ايه، على ضمان استمرار خط الانتاج وللوقاية من حالات نفاذ المخزون. يعني
يعني بيضمن لك ان انت ما تجيش في وقت تلاقي الخط الانتاج شغال وفجاه انت محتاج ماده خام معينه وفجاه هي مش موجوده. لا، وظيفه التخزين بتضمن لك ان انت او بتقيق من نفاذ المخزون. بعد كده علاقه اداره المخازن بالادارات الاخرى. طبعا اداره الـ يعني لو بنتكلم على ان احنا مثلا بنتكلم على عميل ومستهلك، يعني مثلا مصنع معين بينتج ماده خام معينه، فده المنتج او فمين العميل؟ احنا العملاء او المستهلكين. هو اداره الانتاج دي هي العميل الرئيسي المستديم مع اداره المخازن. يعني اداره الانتاج دي هي اللي بتاخد من اداره المخازن كل حاجه. يعني اداره الانتاج تسمى ان هي العميل الرئيسي لاداره المخازن، وبالتالي التعاون بين المخازن واداره الانتاج يعني ضروره، مش بس في اداره في ان هو يعني اداره المخازن بتمدها بالمواد والمهمات والاجزاء المطلوبه فقط، ولكن اداره المخازن مهمه في ان هي زي ما انا لسه قايلكم من شويه بتقيها من نفاذ المخزون، بتضمن لها ان هي تحافظ على مستوى المخزون وتبدا ان هي تتابع بصوره مستمرة مستويات المخزون علشان إدارة الإنتاج دي ما توقفش. طيب علاقة إدارة الإنتاج بإدارة المبيعات. الخدمات اللي بتقدمها إدارة المخازن لإدارة المبيعات تتلخص في قبول البضاعة الجاهزة وتخزينها والمحافظة عليها لحين أن إدارة المبيعات تطلبها عند تنفيذ بعض الصفقات. علاقة إدارة المخازن بالإدارة المالية، إن طبعا الإدارة المالية هي ضرورية لتوفير المستلزمات أو رأس المال أو الأموال الكافية لإدارة المخازن اللي بتساعدها في شراء مثلا المواد الخام ومراجعة أسعار المواد المخزنة. يعني الإدارة المالية دايما بترسل لإدارة المخازن نشارات بصورة دولية، قوائم مالية بتوضح تكلفة العمل في المخازن، تنصحها مثلا ان هي لو قللت مثلا من مادة خام معينة هتحقق وفرات، فبالتالي بيبقى في تعامل بين إدارة المخازن والإدارة المالية. آخر حاجة إدارة المخازن وإدارة الصيانة، إن تحتفظ المخازن بمواد الصيانة وقطع الغيار، يعني إدارة المخازن بتحتفظ بمواد الصيانة وقطع الغيار لإدارة الصيانة دي، فبالتالي كل ما الإدارة دي بتحتاج قطع غيار معينة أو مواد خاصة بالصيانة بترجع إلى إدارة المخازن، وبالتالي بيبقى فيه يعني الموضوع ده بيساعد على تسهيل عمليات الصيانة وتحديد برامج اسمها إيه الصيانة الوقائية اللي بتساعد المصنع إنه بيقوم بعمليات الصيانة بصورة مستمرة. بعد كده العوامل المحددة لتنظيم وظيفة التخزين. أول حاجة اقتصاديات وسهولة التخزين وصرف المواد، المساحة الكلية للمخزن، حجم المواد المخزنة. يعني ايه العوامل اللي بتحدد وظيفة التخزين؟ مدى سهولة تخزين وصرف المواد، يعني المواد اللي احنا بنخزنها الى اي مدى سهلة في تخزينها وفي صرفها. المساحة المخزن بتساعد في تحديد من العوامل المهمة اللي بتأثر على التخزين، يعني مساحة المخزن لو كانت كبيرة بتقدر انت بتخزن كميات كبيرة، اما لو كانت صغيرة فانت بتبقى يعني محددة او متحجم في ان انت تخزن كميات قليلة. حجم المواد المخزنة اللي هتتم تخزينها في المخزن. بعد كده المركزية واللامركزية في التخزين. المركزية واللامركزية، المركزية معناها ان انت تستخدم مخزن واحد بتخزن فيه كل الاحتياجات اللي انت بتشتريها وبتخزنها، وغالبا ما بيكون نفس موقع المصنع او قريب منه، يعني غالبا ما يكون المخزن بيبقى في المصنع او قريب منه، دي المركزية. اما اللامركزية معناها ان انت عندك اكتر من مخزن بتخزن فيه المواد الخام. يبقى المركزية معناها ايه؟ معناها ان انت بتعتمد على مخزن واحد بتخزن فيه المواد الخام، وغالبا ما بيكون قريب من المصنع او بعيد عنه. اما اللامركزية معناها وجود اكتر من مخزن، لكل مادة خام مخزن، لكل ادارة مخزن، وبالتالي اللامركزية معناها ان وجود ايه اكتر من مخزن. طيب احنا بقى عايزين نعرف نتبع المركزية ولا نتبع اللامركزية؟ هناك عوامل يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند المفاضله بين المركزيه واللامركزيه، اللي هي ايه؟ الموقع الجغرافي للاسواق او المصنع. يعني لو انا عندي اكتر، يعني انا مثلا عندي مخزن مصنع معين وعندي يعني اكتر من سوق بوزع فيه منتجاتي،
فهل من الافضل ان انا اكون عندي مخزن واحد في المصنع، ولا يكون عندي اكتر من مخزن في الاسواق اللي انا بوزع فيها؟ يبقى الموقع الجغرافي للاسواق، الاسواق دي بعيده ولا قريبه من المصنع؟ طب لو بعيده ممكن نعمل اكتر من مخزن في كل سوق. يبقى الموقع الجغرافي للاسواق ده بيؤثر على اذا كنا هنتبع المركزيه ولا مركزيه. درجة تنوع الأصناف وتعددها بجانب طبيعتها وخصائصها وحجمها، إن ممكن مثلا في أصناف معينة ما ينفعش تتحط جنب مادة، يعني صنف ما ينفعش يتحط جنب صنف تاني، يعني مثلا صنف ليه مثلا رائحة نفاذة وما ينفعش يتخزن مثلا جنب مثلا منتجات غذائية أو منتجات تؤثر، يعني الريحة بتاعتها تؤثر فيها. يعني طبيعة المادة الخام والأصناف، لو في صنفين ما ينفعش يتخزنوا مع بعض، مثلا أصناف زي مثلا المواد القابلة للاشتعال مثلا، في ما ينفعش مثلا نخزنها مع مواد تكون غذائية مثلا. يعني اكتر من لازم في حالات معينة لازم ان احنا نستخدم اكتر من مخزن، في حالة لو الاصناف دي طبيعتها ما ينفعش انها تتخزن مع بعضها، لو في حالة لو في اصناف حجمها ان حجم الاصناف كبيرة، فبالتالي ان احنا مضطرين ان احنا نعمل اكتر من مخزن. يبقى درجة تنوع الاصناف بيساعد ان احنا نتبع اللامركزية او اللامركزية. التكاليف وحجم الاموال المستثمرة في المخزون، يعني في حالة لو احنا مش عايزين نتحمل تكاليف كبيرة فاحنا مضطرين نعمل مخزن واحد، حجم الأموال المستثمرة مش كتيرة فاحنا مضطرين نعمل مخزن واحد، تكاليف النقل لو انت عندك اكتر بتوزع في اكتر من سوق وعندك اكتر من يعني سوق بتوزع فيه منتجاتك، فانت والمصنع بتاعك في مكان بعيد، فانت تكاليف النقل اللي هتتحملها من نقل المواد كل يوم من السوق للمخزن من المصنع للسوق، لا هي تكاليف عالية، فانت مضطر ان انت تعمل مخازن في كل موقع جغرافي او في كل سوق انت بتوزع فيه منتجاتك. يبقى تكاليف النقل انت بتفاضل بين تكاليف النقل وبين تكاليف انشاء مخزن عشان تقدر ان انت تفاضل بين المركزية واللامركزية في الشراء، هل هتعمل مخزن واحد في المصنع ولا بعد ما عرفت ان تكاليف النقل كتيرة هتعمل مخزن في كل موقع جغرافي او في كل سوق بتوزع فيه منتجاتك. درجة تعرض المواد المخزنة للمخاطر، حريق او تلف او تقادم، زي ما لسه قايله لك ما ينفعش ان انت مثلا تخزن بنزين مثلا او مواد قابلة للاشتعال مع مثلا منتجات قابلة للاشتعال، لا ما يعني بقى. يبقى درجة تعرض المواد المخزنة للمخاطر دي بتساعدك ان انت يعني المفروض ان انت تاخدها في اعتبارك عند المفاضلة بين المركزية واللامركزية في التخزين. العلاقة بين مركزية ولا مركزية الشراء والتخزين، في أكتر من بديل إن أنت تطبق مركزية للشراء ومركزية في التخزين، يعني أنت عندك إدارة الشراء وإدارة التخزين، يبقى في كل إدارة فيهم منفصلة عن التانية، ويبقى في دي مركزية وفي دي مركزية، أو تعمل لا مركزية في الشراء ولا مركزية في التخزين، أو مركزية في الشراء ولا مركزية في التخزين، أو لا مركزية في الشراء ومركزية في التخزين. يعني مركزية مركزية الاثنين فيهم درجة مركزية، او الاثنين ما فيهمش لا مركزية، او دي فيها مركزية ودي فيها لا مركزية والعكس. يبقى احنا كده خلصنا الفصل العاشر. الفصل ده مهم جدا جدا جدا، مستحيل تيجي امتحان تلاقيه مش ما فيهوش ما المقصود بالتخزين واهداف التخزين، العوامل المحددة لتنظيم وظيفة التخزين دي مهمة، السؤال ده مهم جدا. المركزية واللا مركزية في التخزين دي دايما بتيجي في الامتحان، والفصل كله مهم. الفصل الفور سلايد الاربع شرايح دول مهمين جدا، الفصل ده يعني ذاكره اول حاجة، انت ما تيجي تذاكر المادة كده ابدأها من الاخر، لان الفصل ده مهم جدا جدا. بعد كده الفصل الثامن الشراء في الوقت المناسب، احنا خدنا الشراء بالكمية المناسبة والجودة المناسبة والوقت المناسب والشراء بالسعر المناسب، الاربع فصول دول برضو يعني مهمين. انا كده خلصت، يعني يا رب يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وابداوا ذاكروا، وانا يعني في السكاشن انا ملخصه لكم الاسئله زي ما انا كنت معوداكم ان انا اشرح لكم في السكاشن، انا كنت مليكم سؤال واجواب، انا يعني الى حد ما ملخصه لكم برضو على قد ما اقدر في الباوربوينت. حاولوا بقى تذاكروا وتفهموا، زي يعني مش تحفظ، تفهم يعني تفهم كويس وتحفظ العناصر الرئيسية وتفهم بقى شرحها، تشرحه بأسلوبك وبطريقتك.
بالتوفيق، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.